أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. اتهم وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون إيران بانتهاك ما وصفه بروح الاتفاق النووي الذي وقعته مع الغرب، وأضاف أن الاتفاق تجاهل الأخطار الأخرى التي تشكل طهران كمنظومة الصواريخ البالستية وتصدير الإرهاب لليمن وسوريا، مؤكدا أن بلاده ستستمر في متابعة مدى التزام طهران بالاتفاق. كما شدد تيلرسون على شرط إنهاء التواجد العسكري الإيراني في المنطقة وسوريا تحديدا لإحلال السلام هناك، وقال إن النفوذ الإيراني في سوريا يجب أن ينتهي إلى الأبد. أفادت مصادر ميدانية أن قوات النظام السوري وميليشيات حزب الله اللبناني أغلقتا طريق حلب عفرين تماماً أمام حركة المدنيين. وقال شهود إن ميليشيات حزب الله التي تسيطر على بلدتي نبل والزهراء شيدت وبمساندة من قوات النظام سواتر ترابية عالية بعد اشتباكات بين الميليشيات الإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية في محيط البلدتين. أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقوف بلاده إلى جانب المملكة في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل من يدعمه ويموله. وأكد ملك البحرين لدى وصوله جدة وقوف العالم الإسلامي مع السعودية في مساعيها ودورها في الدفاع عن الأمة الإسلامية ونصرة قضاياها، كما شدد على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين على كافة الصعد. عثر خفر السواحل الإيطاليون على جثث 8 مهاجرين في البحر المتوسط على متن زوارق كانت قد أبحرت من ليبيا. وأكدت مصادر إنقاذ نحو 500 شخص كانوا يستقلون 4 زوارق، وأوردت منظمة إسبانية غير حكومية تشارك في عمليات الإغاثة أن جثث انتشلتها سفينة تجارية. أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم تجربة صاروخ باليستي غير مسلح عابر للقارات بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة مماثلة. وأكد بيان لسلاح الجو الأمريكي أن الهدف من برنامج تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هو التحقق من تأثير ضم الأسلحة وجاهزيتها ودقتها. عاد النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة قادما من الصين، حيث من المقرر أن يشارك اليوم في تدريبات فريقه. والتزم نيمار الصمت لدى وصوله إلى مطار برشلونة، ما زاد الغموض حول مستقبله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.